اسباب الكسل الوظيفي زي ما اتفقنا ان الكسل دوت بيحصل في السن المبكره، زي ما احنا عارفين المخ جزء كبير من تكوينه ونضوجه بيحدث في السنين الاولى 6-7 سنين، بعد كده بيحصل شويه تظبيطات خفيفه، انما الاساس نمو الوصلات العصبيه المسؤوله عن النظر بيحدث في هذه السن المبكره. يكون الطفل شايف بدرجه كويسه بعينيه الاثنين في السن دوت، ده بيخلي ان موضوع الكسل دوت ما يحدثش. في بعض الامراض ممكن تؤدي الى كسل، بمعنى مثلا الطفل دوت اتولد عنده ميه بيضه خلقيه في عين من العينين الاثنين، بقى المخ عنده معتمد على عين واحده بيرى بيها، والعين الثانيه في ميه بيضه منع ان الصوره تستقبل بالعين دي وتوصل للمخ. ف حتى بنحب ان احنا طبعا في هذه الحالة نشيل المية البيضة دي في سن مبكرة، ولذلك موضوع المية البيضة في الاطفال او مشاكل النظر عموما في الاطفال بيبقى عايزة بذل مجهود من الدكتور ومن الاب والام في علاج هذا الطفل عشان يعدي المرحلة اللي هو فيها دي من غير ما يتساب عنده كسل عنيف في العين دي. فإذا كان النظر ممنوع على العين دي بواسطة مية بيضة خلقية او عتامة في قرنية العين او اي امراض خلقية في العين منع ان النظر يتشاف كويس بيها ويوصل للمخ، ده هيؤدي الى كسل. وده اول سبب. تاني سبب ان يكون في العين في حول خلقي، سواء الحول ده للداخل او للخارج. لما بيكون في الحول دوت موجود دلوقتي ان العينين الاتنين مستقيمين دول مخليهم شايفين حاجة واحدة. طب لو العين مش مستقيمة مع العين التانية، عين مركزة على هدف والعين التانية حادفة دايما، العين الحادفة دي هي جايبة صورة بتاعت حاجة تانية، يعني جايبة هنا صورة باب وهنا صورة ترابيزة، فالمخ مش عارف يركب الباب على الترابيزة، فهيعمل ايه؟ العين اللي حادفة دي هيبدأ يهمل الصورة منها عشان يركز، عشان ما يبقاش شايف حاجتين في وقت واحد. فبالتالي اللي عنده حول خلقي بنحب برضو كطفل ان احنا نعالج هذا الحول، والهدف من علاج هذا الحول ان العينين الاثنين يبقوا مظبوطين مع بعض فيجيبوا هدف واحد، فما يحدثش كسل في عين من العينين. يبقى ده تاني سبب وهو الحول. تالت سبب هي، وده اللي شائع كتير قوي، ان يكون في عبء ابصار في عين من العينين الاثنين، او يكون في فارق في الدرجات بين العينين الاثنين، فارق كبير شويه، وخاصة أكتر دوت مع طول النظر، لأن طول النظر بيخلي لما عين تتظبط العين التانية دايما يبقى صورتها مزغللة. فالمخ اللي وصل له صورة مزغللة باستمرار من العين دي، هو جاي له صورة واضحة من الناحية دي، مش عارف يركبها على الصورة المزغللة. ما احنا قلنا إن المخ بيركب الصورتين على بعض، فهو مش عارف يركب الصورة المزغللة مع الصورة الواضحة، فيبدأ يهمل الصورة المزغللة وياخد الصورة الواضحة دايما. الصورة المزغللة دي باستمرار تم إهمال الوصلات العصبية بتاعت العين دي. طب لما يجي يكشف الطفل والدكتور يقول الله لا ده احنا عندنا عين فيها عبء إبصار، فيها طول نظر أو قصر نظر، عايزين يا جماعة نلبسه نظارة، بعد ما نيجي نلبسه النظارة الوصلات العصبية هنا مش شغالة، فيبدأ ايه نقول ده احنا محتاجين علاج لموضوع الكسل اضافي، غير بس مش كفاية بس لبس النظارة. يبقى دول التلات اسباب الاساسية: عين فيها حاجة منع النظر، عين فيها حول، عين فيها عيوب ابصار واختلاف في درجات عيوب الابصار بين العينين الاثنين، زي اختلاف في الدرجات، وده اختلاف في الدرجات لو اكتر من درجة واحدة يستلزم ان احنا نلبس الطفل دوت نظارة ونعالج الكسل بشكل سريع ان شاء الله.